فضيلة الشيخ عطية صقر، وهل للدعاء آداب يجب أن يلتزم بها المسلم في دعائه؟ جاء في كتاب الأذكار للنووي نقلا عن الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أن آداب الدعاء 10. الأول أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة وثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار. الثاني أن يغتنم الأحوال الشريفة كحالة السجود والتقاء الجيوش ونزول الغيث وإقامة الصلاة وبعد إقامة الصلاة. الثالث استقبال القبلة ورفع اليدين ويمسح بهما وجهه في آخره. الرابع خفض الصوت بين المخافة والجهر. الخامس ألا يتكلف الشجع، وقد فسر به الاعتداء في الدعاء. السادس التضرع والخشوع والرهبة، كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. السابع أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيها. يقول سفيان ابن عيينة لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين وهو إبليس إذ قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. الثامن أن يلح في الدعاء وأن يكرره 3 ولا يستبطئ الإجابة. التاسع أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى أي وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله والثناء عليه، وأن يختمه بذلك. العاشر التوبة ورد المظالم والإقبال على الله تعالى، والله أعلم.